Türk'ün sultanı, Anadolu beylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Durdum başına geçmeye. Ben talibim. مرحبا بكم في فيديو مشوق يأخذنا في رحلة عبر الزمن لاستكشاف إمارة بنو غرميان، تلك الإمارة التركية القوية التي نشأت في غرب الأناضول بين سنتي 1260 و1429. فهل سبق لك أن تساءلت عن حقيقة هذه الإمارة ومناطق نفوذها؟ وهل تود معرفة معلومات أكثر عن مركزها الرئيسي مدينة كوتاهيا؟ وما هي قصة حاكمها الأقوى السيد يعقوب الأول؟ والسؤال المثير، هل كان السيد يعقوب الأول واحداً من قادة الترك الفاتحين؟ وما هي الأسباب وراء التوتر الحاصل بينه وبين السلطان عثمان غازي؟ وهل كانت المنافسة على القوة والظهور هي الدافع وراء هذا التوتر؟ قبل التعرف على تفاصيل هذا الموضوع المثير، رجاءً ادعمنا بالإعجاب واشترك في قناتنا وفعل الجرس ليصلك جديدنا فور نشره. إمارة بنو غرميان، المعروفة أيضا بإمارة غرميان أوغلو، هي إمارة تركية تأسست في وسط غرب الأناضول، تحديدا في منطقة كوتاهيا خلال فترة إمارة الأناضول. تم تأسيس هذه الإمارة بعد انهيار وانحلال الدولة السلجوقية. أصل بنو غرميان يمتزج بين عرقين رئيسين وهما الأكراد والأوغوز التركمان، مما يجعل مجتمع إمارة بنو غرميان مجتمعا متنوعا ثقافيا. ومؤسس هذه الإمارة هو كريم الدين علي شار بك، وهو والد يعقوب بك الذي ظهر في مسلسل المؤسس عثمان، كما أنه يعتقد أنه يمكن أن يكون علي شار الذي قتله السلطان العثماني عثمان غازي في بداية تأسيس الدولة العثمانية في العقد الثامن من القرن الثاني عشر، تحديداً في الفترة بين عامي 1281 و1289. انتقل بنو غرميان إلى الغرب والمناطق الحدودية المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية، وهذه الفترة تزامنت مع ما يعرف بفترة مسلسل المؤسس عثمان حالياً، وهي فترة تاريخية هامة في تطور الدولة العثمانية والمناطق المجاورة. وصلت إمارة بنو غرميان إلى ذروة قوتها في فترة زمنية قصيرة نسبياً، وذلك على يد زعيمهم يعقوب ابن علي شار ويعقوب بك الأول حاكم إمارة بنو غرميان، التي كانت مناطق نفوذها هي أفيون وألا شهر وقولا، ومركزها مدينة كوتاهيا. ويعتبر يعقوب بك الأول من قادة الترك الفاتحين، حيث امتد حكمه ما بين عامي 1302 و1341. بعد وفاة يعقوب بك الأول حاكم إمارة بنو غرميان، ضم السلطان بايزيد الإمارة لحكمه سنة 1390، ولكن تم إعادة إحيائها بعد هزيمة بايزيد في معركة أنقرة وأسره سنة 1402، لتنتهي نهائياً سنة 1329. فقد أوصى آخر حكامها يعقوب بك الثاني حين وفاته بأن تنتقل إمارته للسلطان العثماني مراد الثاني بسبب صلة القرابة بينهما. ويجب هنا أن نفرق بين إمارة بني غرميان وإمارة بني قرمان التي تأسست في وسط الأناضول وسيطرت على العاصمة قونيا بعد نهاية دولة السلاجقة، وهي أقوى إمارة تركمانية، ويليها في القوة بنو غرميان. بنو غرميان لم تكن مجرد إمارة صغيرة تتبع القوى الكبرى، بل كان لديهم تمرد وإصرار على الاستقلال. قاموا بالتمرد على السلاجقة والمغول اللذينين كانوا يحكمون تلك المناطق. هذا التمرد ساهم في تعزيز مكانتهم في المنطقة وجعلهم أحد القوى الرئيسية بعد إمارة قرمان. تمرد بنو غرميان كان محاولة منهم للتحرر من السيطرة السلجوقية والمغولية والحفاظ على استقلالهم وسيادتهم على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. بنو غرميان لم تكن قوة صغيرة تقتصر على الصراعات المحلية فقط، بل ساهموا بشكل كبير في الحروب الإسلامية ضد الحملات المسيحية الصليبية التي كانت تشن على القدس وبلاد الإسلامية بما فيها أجزاء واسعة من الأناضول.
فقد توجهوا نحو اتجاه بحر إيجة وشاركوا في معارك ضد جيوش الصليبيين، حيث تعاونوا في بعض الأحيان مع الأمويين والأيوبيين، مما أضاف لهم زخماً إقليمياً ودولياً وجعل منهم قوة لا يستهان بها في المنطقة. أحد الأمثلة على دور بنو غرميان في حروب الصليبين هو مشاركتهم في معركة مانزيكيرت أو معركة ملاذكرد في سنة 1071 للميلاد. في هذه المعركة واجه الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور الروماني الشرقي رومانوس الرابع الجيش السلجوقي بقيادة السلطان السلجوقي الكبير ألب أرسلان. وبشكل عام يمكن القول أن إمارة بنو غرميان شاركت في المقاومة ضد الصليبيين وساهمت في الحفاظ على الهوية الإسلامية في المنطقة خلال حروب الصليبية. الحرب مع العثمانيين. لا شك أن زعامة أتراك الأناضول كانت محط أطماع العديد من أسياد القبائل التركية، ومن بينهم المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية. وفي هذا الإطار نذكر أنه في سنة 1890 اندلعت حرب بين إمارة بنو غرميان والدولة العثمانية دامت لعدة سنوات، وكانت نهاية هذا الصراع بانتصار العثمانيين، حيث ضموا هذه الإمارة إلى أقاليمهم. وعموماً تمثل هذه الحرب مرحلة مهمة في تاريخ إمارة بنو غرميان وتحولاً هاماً في دورهم في منطقة الأناضول. وفي المقابل تشير بعض المصادر التاريخية إنه حدث توتر بين يعقوب بك وعثمان، وكان سبب العداء هو إعطاء السلطان السلجوقي مدينة إسكي شهير لعثمان، غير أنه لم يذكر التاريخ أي حرب بين الطرفين، فمن المرجح أنها كانت منافسة على القوة والظهور. بعد هذه الحرب التي خاضها إمارة بنو غرميان والدولة العثمانية، تزوج بايزيد الأول وهو السلطان العثماني إحدى سيدات بنو غرميان. هذا الزواج يشير إلى الأهمية التي يمثلها بنو غرميان حتى ولو بعد هزيمتهم في الحرب. إن زواج بايزيد الأول مع سيدة من بنو غرميان كان له دلالات مهمة وأثر كبير على العلاقة بين الدولة العثمانية وإمارة بنو غرميان بعد الحرب التي خاضوها. هذا الزواج يعكس الأهمية التي حققها بنو غرميان حتى بعد هزيمتهم في الحرب، ويمكن تفسيره من عدة جوانب، أولها ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار. فبعد انتهاء الحرب بين العثمانيين وإمارة بنو غرميان، قدم هذا الزواج فرصة لترسيخ السلام وإعادة بناء العلاقات بين الطرفين. إن الزواج بين سلطان الدولة العثمانية وسيدة من بنو غرميان يمكن أن ينظر إليه كعمل رمزي يظهر استعداد العثمانيين للمصالحة والتعاون مع الإمارات الصغيرة في المنطقة. فبالزواج ساهم السلطان بايزيد الأول في تعزيز الاستقرار في المنطقة. ثانيها توحيد السلطة والتأثير سياسياً واقتصادياً. الزواج من سيدة من بنو غرميان كان له تأثير على توحيد السلطة في منطقة الأناضول، حيث أتاح هذا الزواج للعثمانيين فرصة للتأثير على الأحداث في إمارة بنو غرميان بشكل أكبر، وساعد في توحيد القوى المحلية التركية تحت سيطرة الدولة العثمانية. وبالإضافة إلى الجوانب السياسية والعسكرية، أمكن أن يكون للزواج تأثير اقتصادي، حيث أسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين العثمانيين وإمارة بنو غرميان، مما عزز الازدهار الاقتصادي في المنطقة. باختصار، زواج بايزيد الأول من سيدة من بنو غرميان كان حدثاً مهماً بعد الحرب بين العثمانيين وإمارة بنو غرميان. ختاماً، إمارة بنو غرميان تمثل قصة رائعة عن كيفية تأسيس إمارة صغيرة وصمودها في وجه القوى الكبرى وتأثيرها على الأحداث الإقليمية والدولية. تاريخهم يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في تركيا والأناضول، وكيف يمكن للإرادة والإصرار أن تجعل الصغار يتحولون إلى لاعبين رئيسيين في الساحة السياسية، كما أن حاكم إمارة بنو غرميان يعقوب بك الأول قد شكل علامة بارزة في تاريخ تطور هذه الإمارة التركية التي نافست الدولة العثمانية في بدايتها الأولى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى وضع لايك ومشاركته مع أصدقائك، واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد فور نشره. كما لا تنسى مشاهدة الفيديوهات الأخرى الموجودة في القناة، ولا تنسى مشاركتنا رأيك حول الفيديو أو المواضيع التي تحب أن نتحدث عنها، وأيضاً متابعة القناة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما لا تنسى دعم القناة بالانتساب فيها أو من خلال PayPal من خلال الروابط الموجودة في وصف الفيديو وفي أول تعليق. شكراً.